كابتن احمد منور. انت اللي منورنا النهارده. الله يخليك. سعيد ان اكون معاك النهارده. الله يخليك كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ انا كويس الحمد لله. كله تمام؟ تمام يا كابتن. الله يخليك كابتن احمد. حاجات كتير قوي اسالك فيها بقى في التحكيم، وهبدا سؤال عام كده، حضرتك رايك ايه في التحكيم السنه دي؟ احنا خلاص اهو داخلين على نهايه الدور الاول، ناقصنا جوله، فاكيد برضو 16 جوله يدوك انطباع او تقييم عن اداء التحكيم في مصر السنه دي. خلينا نقول ان يعني ما حدث ان يعني كلاتنبرج جه في نهايه الموسم اللي فات، ايوه حوالي كام اسبوع كده، ممكن من شهر 8 تقريبا، وبعدين خلص الدوري، الكابتن عصام عبد الفتاح ترك اللجنه، وهو جه كان جاي يمسك التطوير. كلاتنبرج ما كان جاي للتطوير، مش رئيس لجنه الحكام، ما كان جاي للتطوير. تمام. جه بعد لما مشي الكابتن عصام، الاتحاد اسند له مهمه رئيس لجنه الحكام. بس كابتن احمد يعني خلينا نكون صراحه، الاتحاد ما كانش عايز كابتن عصام، كان بيدفعوا للرحيل. طب ما انا ماشي خلاص. اي بص، احنا عايزين نوصل لحاجه مهمه. اول حاجه كريم، احنا لازم الناس تعرف حاجه، ان التحكيم دلوقتي بقى شانه شان بالظبط كيان اي فريق كره قدم. ايوه. لو انت رجعت زمان، كان زمان الفريق مدرب واحد، ما كانش فيه التخصص. دلوقتي فيه احمال ومش عارف وايه 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 وحراس، كل حاجه مش كده؟ ايوه. الكلام ده يعني ما كانش موجود زمان. التحكيم نفس الحكايه اتغير. النهارده لو انت قلت فيه تحكيم بره، يعني في الاتحاد الدولي مثلا، في الفيفا قعدت 10 سنين. ايوه. التحكيم النهارده بره بقى لقيت شغال ازاي؟ التطوير قسم لوحده. ايوه. لجنة الحكام قسم لوحدها. انت خدت بالك؟ ما ينفعش الاثنين مع بعض. مش هيقدر تخصص يعني. يعني هقول يعني، انت تخيل مثلا حكام كاس العالم بتاع 2022، كلينا رئيس اللجنه اوكي، لكن اللي بيشتغل على الحكام ويقدم الزور والحاجات دي كلها بوساكا، بالفريق بتاعه اللي هو عامله، فريق العمل بتاعه بوساكا السويسري. سويسري. فريق العمل بتاعه اللي بيشتغل بيه على مستوى العالم. يعني عنده مين في افريقيا وعنده مين في اسيا وبيجمع. يعني ده دور وده دور تاني خالص. وانا عليا ان انا الانتقاءات بس احنا في مصر ما عندناش كده. ما هو ده لازم يبقى كده دلوقتي. خلاص انتهى الامر ده. طيب النهارده معلش يعني قول لي مين النهارده يقدر يعمل تطوير في ظل دوري بيتلعب، خد بالك، بيتلعب كل 3 أيام و4 أيام، وبعدين عايز تعين في القسم الاول والقسم الثاني والحاجات دي. طب حتى لو انا هشتغل تطوير، طب اروح لحكام اعمل زونال، اعمل اي حاجه ان انا اكون معاهم، هتلحق عشان الحكام كل 3 أيام الى جانب بلاش. حتى لو ما فيش هتبص تلاقي نفسك، هل اروح علشان اشوف التعيينات ولا اروح اشوف برامج التطوير؟ اذا الموضوع النهارده خلي بالك في اوروبا كده يا كابتن احمد، هتلاقي كل 3 أيام ماتش. ايوه بس عادي. بس لجنه الحكام منفصله ما بين التطوير، لازم يكون في لجنه ثانيه، لجنه التطوير لوحده. أيوة. والتحكيم والتحكيم والتعيينات حاجه لوحدها ثاني. ده شيء وده شيء. تمام. ورئيس اللجنه النهارده ما عليه انه مثلا يعرض الامر على التطوير ويشوف الاداء والحاجات دي كلها، بيبقى لازم يبقى تنسيق ما بين الاثنين كده وكده. لان النهارده انا عملت برامج تطوير، انا مثلا اجي اقول ايه اللي هو شايف بتاع التطوير، شاف بيشوف الماتشات والحاجات دي، شاف مثلا في مشاكل في منطقه الجزاء للحكام، في مشاكل في اللياقه البدنيه، في المعد البدني، تعالى نعمل برامج في الفار مثلا، في الفار ايا كان بقى خلاص. فالنهارده المساله محتاجه تخصص. فريق تخصص وعايزه مساحه كبيره من الوقت. فطبعا الوقت مش موجود، لكن اللي انا عايز اقوله، حكامنا السنه دي طبعا كلاتنبرج لما جه ما عرفش الحكام. هو عمل السيستم والحاجات، ده شيء جميل، السيستم على الكمبيوتر عشان ما فيش، وده ويبعت والحاجات، ده شيء ما نقدرش نقول النظام اللي عمله، ما نقدرش نقول فيه حاجه، ده نظام جميل وكل حاجه كويسه، لكن هو ما يعرفش الحكام.